طبعا يا جماعة، السؤال ده بيتسأل لي كتير جدا والله، حرفيا بشكل شبه يومي على يوتيوب وعلى انستجرام. السؤال ده من اليوتيوب شاد ولا معرفش اسمه ايه. المهم بيقول لي ليه الاسامي مش بتظهر، يعني جهات الاتصال مش بتظهر في موبايلات فيفو. هو معاه موبايل فيفو فبيسأل. هي المشكلة دي في فيفو وفي شاومي وفي ريلمي وفي اوبو، الاربع شركات دول ما ينفعش ان انت تظهر الاسماء اللي عندك على الخط. لو انت مسجل اسماء على الخط بتاعك ما ينفعش تظهرها ابدا على الموبايلات دي. قدامك حل من الاتنين، حل من الاتنين ما ينفعش تغيره. انك تعمل اول حاجة تعمل دمج، ودمج ده باختصار او بمعنى اصح ان انت بتنقل بتنسخ الاسامي بتاعتك كلها اللي على الخط على الموبايل على ذاكرة الفون نفسها. لو عملت كده الاسماء بتبدا تظهر في جهات الاتصال عندك، ولو حد رن عليك بتلاقي رقمه باسمه ظاهر عادي. بس خلي بالك هتلاقي كل اسم مكرر مرتين وممكن ثلاثة عشان الواتساب، فاهمني؟ فهيبقى الموضوع مستفز بالنسبه لك. هتلاقي مثلا ابو محمد، هتلاقي ابو محمد مكرر 3 مرات، فاهمني؟ مره بتاعه الخط، ومره بتاعه الموبايل، ومره مثلا بتاع واتساب لو عنده واتساب او فايبر او كده بتاع السوشيال. الحل التاني ان انت بعد ما تعمل نسخ على ذاكرة الموبايل تمسح بقى كل الاسامي اللي على الخط، وبعد كده اي اسم هتسجله جديد تسجله على ذاكرة الموبايل. بس الموضوع ده مش امن، وانا ما بنصحش ابدا لا بالحل الاول ولا الحل التاني، ان الاسماء تبقى مكررة او انك تمسح الاسامي من الخط بعد ما تنقلها على الموبايل. الموضوع ده مش امن تماما، لان لا قدر الله لو موبايلك اتسرق او حصلت له اي مشكله راح في داهيه، فاهمني؟ فمش هتعرف ابدا ترجع الاسامي اللي كانت عليه، لان الاسامي بتبقى على ذاكرة الموبايل. طب كل الكلام ده عم علاء، قول لنا الحل. ادخل في المفيد. ادخل في المفيد زي ما متعودين مني بالخلاصه كده بقى، انا بعمل ايه؟ انا كعلاء بعمل ايه؟ الحل الوحيد ان انا بسجل اسامي على الجيميل بتاعي او على حساب جوجل. بمعنى اصح حساب جوجل بيكون بتاعك انت، مش حساب فيك عامله، مثلا الموبايل اتفرمت ولا حصل حاجه ولا عملت سوفت وير بتنسى الباسورد بتاعه. لا، حسابك يكون الاساسي بتسجل عليه، يكون بكلمه سر قويه عشان ما يتسرقش والخصوصيه بتاعتك تروح والاسماء بتاعتك تروح، لان الموبايل اخره معاك 2200 اسم، وهتلاقيه بعد كده مش عايز يسجل اسماء تاني. لو انت عندك اسماء كتير يقول لك لا احنا ننهي علاقتنا ببعض احسن، عشان مش انت بقيت تسجل اسامي كتير ومش هننفع مع بعض. لكن لو تسجل على جوجل فانت بتسجل اونلاين، الذاكره لا نهائيه وغير محدوده، ولو الموبايل اتسرق حصلت له حاجه من اي موبايل تاني تقدر ترجع الاسامي بتاعتك عادي جدا بنفس الجيميل والباسورد بتوعك. فالخلاصه سجل الاسماء بتاعتك كلها على جوجل، اضمن من اي موبايل او الخط بتاعك يتوقف. مثلا لو مسجل على الاسامي ممكن تروح، لو مسجل على الموبايل ممكن الموبايل يحصل له حاجه والاسامي تروح، جوجل اضمن. عارف طولت عليكم، اعتذر لكم جدا والله، لا اله الا الله.